Prego. حلوه. يسعد لا اوقاتكم شباب وصبايا، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو تبعنا غريب شوي، مش غريب، بالعكس هو حلو ومفيد وغريب. لك اخ، امبارح عم بحضر فيديو الي قديم على اليوتيوب، ملاحظين انا عم بكبر على اليوتيوب؟ اعملوا سكرول داون وشوفوا فيديوهات القدام، عم بكبر على اليوتيوب. على كل حال كبرنا على اليوتيوب بعد ما وصلت 20,000 على اليوتيوب الحمد لله. قبل ما نبلش باي شيء بتمنى تدعموا الفيديو باللايك وتشتركوا بالقناه طبعا اذا حبيتوا، يمكن المحتوى او الشغل او التاتو او حابين تتعلموا تاتو، متنوع. فالفيديو اليوم تبعنا متنوع، بس ما خبرتوني شو رايكم بهالتاتو اللي عملتها. صراحه التاتو بتاخذ وقت وبتاخد شغل، اخدت 6 ساعات شغل. والمشكلة وين؟ انه نهايتها جلسة واحدة وبقعدة واحدة وما تحركت ولا تحريكة واحدة. بالاخر صار عندي اشخاص على التليجرام اكتر مما جاب الفيديو لايكات. ما مشكلة، ما بأثر، ما حأزعل. زعل موضوع يعني تاتو 6 ساعات اخر شيء نطلع بشي 40 لايك. وبيناتهم انا يعني 39 لايك. طيب ما بأثر. اليوم الفيديو تبعنا عن يمكن اغرب تاتويات. قبل ما نبلش باي شيء حيطلع الانستغرام اكونت تبعي، بحب يتابعنا على الانستغرام اهلا وسهلا فيه، بحط عليه ستوريات ويوميات وكل شيء بخصه بالتاتو بتلاقوه على الانستغرام. وخلونا نبلش. هل ممكن يوم من الايام تعمل هيك وشوم على جسمك؟ طبعا هل ممكن؟ انا كنفسي انا ما بتخيل هالشيء اعمله على حالي او على جسمي، وبحس اذا حدا بيجي لعندي بده يعمل هيك شيء بنبسط كثير وممكن ازعله. لان حنبلش باول صوره، قنبله على الايد. طيب فكره قنبله حلوه، بس ليش يعني؟ ومهضومه والى معنى، وممكن اشم على جسمي يعني، مش شيء غلط يعني، واشم كلاشن وقح او ما بعرف شو، بس ليش تقوشمة على اصابيعي؟ يعني الوشمة حلوة طالما انا عامل هيك، اني افتح اصابيعي بطل الى معنى وصارت كتير بشعة. ف ليش بدي اقوشم هيك شيء؟ ما بعرف، بعطيها 0/10. نروح لتاني صورة. يعني انا عم بتخيل حدا ماشي بالطريق وراسه هيك، تخيلوا هالموضوع، تخيلوا هالموضوع، حدا ماشي على الطريق وراسه في فجوة 3D او 6D براسه. يعني ليش بدي اقوشم هيك شيء انا على جسمي؟ ليش حدا بده يعمل هيك شيء؟ شو السبب انه يعمل هيك شيء؟ هل هو مقتنع بهذا الشيء؟ اعطوني رايكم بالتعليقات، قولوا لي ممكن تعمل انت هيك شيء على جسمك؟ 0/10. نجي على ثالث صورة، هي دب. انا دب حلوة وشغل حلو وبتجنن، وانك تاخد صورة فيها انت وعامل راسك هيك كتير حلو، انك تتصور حالدب وعامل راسك هيك كتير حلو، كتير حلو الفكرة، كتير حلو الديزاين، كتير حلو المطرح، بس ما حلوة كعيشتك. يعني تخيل مثلا يعني هيدي فرش بعد التاتو، بس تقشر حيطلع منظرها كتير ما حلو. يعني تخيل حالك عايش يوم بحياتك، عيشتك اليومية وفي على راسك دب على راسك،
اوكي هلا الزلمه ممكن يكون اصلع حابب يعمل شيء على راسه، بس ليش دب؟ ليش تعمل تاتو اصلا هون؟ يعني انا شيء بالنسبه لي هيك شيء ما حلو. شغل بعطيها 10/10، كلوكيشن 5/10، كفكره تعيش فيها روح لرابع صوره. طب قديه حلوه المخلوقه، قديش ناعمه، قديش مهضومه. اوكي في ناس بتحب هيك شيء، في ناس بتحب تعمل هيك شيء، بس انه ممكن تندم عليها انت كمشاهد. تخيل وقف على المرايه، تخيل هيك عامل تاتو على وجهك هون، تندم عليه ولا لا؟ حلوه المخلوقه حلوه، بس حلوه كصوره يعني. حتى اذا بتشوفها كصوره هلا يعني ظاهره عندكم، كانك تشوفها تطلع عليها كصوره كتير حلوه، التاتو حتى كمان كتير حلوه، بس عيشتك اليوميه في من النوم تطلع على المرايه في عوجك هون تاتو كبيره. الشغل 10/10، اللوكيشن 0/10، خامس صورة. هيدي صراحة أنا عجبتني كتير، يعني أنا ممكن هاي ممكن أعملها على حالي. اعطوني رأيكم بالتعليقات، ممكن تعملوها على حالكم، وهيدي إحساسي إنها كفر أب. إذا عرفتوا وين الكفر أب قولولي وين بالكومنتس. اللوكيشن كتير حبيته، أنا من زمان أصلا بحب ساوي شي من هون، وعن جديد صرت بحب ساوي شي من هون. بس كمان قلتلكن أنا بستبعد إني أعمل هيدا الشي كرمال ما أذي، يعني صراحة هيدي ندمت عليها، هاي دقيتها وهيدي ندمت عليها، هيدي ندمت عليها وهيدا زغروف ندمت عليه. أخير تاتو حلوة، السكال يمكن لو ما كانت كفر اب كانت طلعت أجمل، وأنا بشك إنها أكيد كفر اب. اكتبوا لي بالتعليق اكتبوا لي وين الكفر اب بالموضوع. اوكي حنجي على سادس صورة. ليك حلوة حلوة فعليا حلوة، يعني انا اكتر شي كنت ناوي اعلق على هذا الموضوع، بس حلوة. يعني هلا بس فتحت على اللابتوب طلعت فيها هيك على كبير، رسم التاتو حلوة يعني، بس ما بتخيلها على حالي، بس نفسي اعملها على حدا، نفسي دقها لحدا. كتير حلوة، انا حبيتها بصراحة، بعطيها 10/10، ولوكيشن بعطيها 10/10، كتير حبيت. على سابع صورة لا هيدا الشيء مأذي، دم عيوني، بحس هيك ناس مش طبيعية، يعني اللي بيوصل لهالمرحلة يعمل هيك تاتو. انه تخيل عامل بوجهك نص سكال، اوكي حتى تكتبوا لي بالكومنت في واحد عامل جسمه كله وراسه الى اخره، بس تخيل تخيل كثير شيء ما بعرف. لا صفر على صفر على صفر على صفر على صفار. جاء اخر صورة، ما بعرف اذا هيدا واحد ولا وحده، لا بظن واحد لانه عنده دقن، ما بعرف، بظن وحده، بظن واحد، ما بعرف. ماشي الفيديو بعد، طب انه هيك شيء انا ما بعرف شو اعلق عليه بصراحه. حلوه انه حلوه كشغل، الشغل كثير طالع كثير 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 برو، بس انه القط عايش حياة الزومبي هيدا. طب ليه بده يدق هيك تاتو؟ يعني مثلا حضر فيلم زومبي، حب الفكرة، حب يعمل، او هيدا حياته ظلام بحب سكالز ويدق. هلا انا بفوتوا لعندي على المحل بيقولوا لي ليه محلك كله سكالز؟ لا محلي مش كله سكالز، ما هو المود تبع التاتو في روح على هيك قصص كتير. انا هلا بغير ديكور المحل، بس انه في سكالز وفي قصص تانية، بس العالم بتركز على السكالز. بس كتير غلط، كتير كتير غلط هيك تاتو صراحة. يعني انا افضل انه يعمل وجهه كله تاتو سكال،
غير انه يعمل هيك شيء صراحه ما حبيت. يعني هو حلو، هو حلو، بس صراحه بحسه ظلم. ما بعرف، اكتبوا لي بالتعليق، تعليق رجعنا لنا تعليق، اكتبوا لي بالتعليقات اي اكثر واحدة حبيتوها، وبشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد، وباي باي.